وده زي ما احنا شايفين. معلش يا كابتن محي، ده قدامنا استقبال ابطال افريقيا، السيد الاستاذ عمرو فاروق نائب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي ورئيس البعثه، وادي الاستاذ جوهر نبيل عضو مجلس اداره، هو الاستاذ طارق قنديل بيقدموا الورود للاعبي النادي الاهلي ابطال افريقيا للمره الرابعه في مطار القاهره. كابتن محي. والله طبعا مبروك للنادي الاهلي، واللعيبه دي كانت محتاجه بطوله زي دي عشان هم لعيبه صغيره في السن، ويعتبر ده فريق كله جديد، فكانت محتاجه بطوله تديهم ثقه اكتر، ويعني اعتقد ان البطوله دي معنويا ونفسيا مهم جدا للفريق ده. هل كابتن طارق محروس راهن على اللعيبه الصغيره وده رهان وكسب عليه بصراحه شديده؟ بيجدد دم الفريق؟ ما هو خلي بالك معظم اللعيبه دي كانت موجوده في معاه في كاس عالم شباب اللي خدت تالت عالم، وفي كاس عالم ناشئين برضو 2000، فطبعا بصراحه يعني لعيبه مميزه هو مستقبل النادي الاهلي. وكمان بالنسبه برضو نرجع لموضوع حراسه المرمى، هو الحمد لله والشكر يعني كنا حطينا سيستم يعني، وانا وكابتن طارق